العريس تقبرين؟ أنا عريس. عريس عفاف. شاهد. لا أيو. شو شاهد؟ أبو نجيب. أبو نجيب. والله الزلمة باين تقبن حلال ورايد العفاف. تعا يا سمين، تعا يا امين، قضامي قضامي، تعا خذ لك قضامي سلى فيهم على الطريق. شنو؟ قضامي قضامي باباتي، يعني حمص. ما نبي، نبغى حلاوة. حلاوة. قديش اسوي؟ خليه علينا امير. شو؟ عم تقول له خليه علينا؟ لا بالله يا اخوي، كثر الله خيرك. مجيديتين وثلاث براغيث. شكرا يا اخوي، شكرا. هاي مجيديتين وهي اعوذ بالله الشيطان الرجيم. خلاص خلاص ولا يهمك امير، مسامح بالباقي. يخرب بيتك، قال مسامح. يلا نسلم عليكم. ميسر الله معك. يخرب بيتك، لك هذا مال الناس امانه بين ايديك، بتقوم بتسامحه بثلاث بلاغيث؟ والله ما يدرم عنك ابو نجيب، ليلم الدنيا ويحطها على راسها. مين؟ معلمك ابو نجيب باباتي. هلا ابو نجيب معلمي؟ ايه معلمك وتاج راسه وغصب من عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى، لك يا عيب الشوم عليك، هيك بتخون الامانه؟ هلا انت من الصبح قاعد عم تتامر علينا، على اساس انت صاحبه للعقيد، تجي بتقول انه معلمي ابو نجيب؟ ليش ابو نجيب مو صاحب الخان؟ الخان لابو نجيب. والله حلقت لي ما كان لازم تكون له الدرويش، كان لازم تكون له معلي ابو نجيب. لا ابو نجيب. علي الجيرة رواد بعدوني عنه لحتى طلعت بروحه. طول بالك، طول بالك، مو مستاهلي واحد مثل ابو نجيب يهز لك بدنك. الحق مو علي، الحق على اخوك ابو تياب يلي بخلينا نوسخ ايدينا بهيك واحد. يلا يا عم، يلا قوم وصل اخواتك، قوم امي رسلكم. يلا مع السلامة. السلام عليكم. السلام. السلام. شو وين اختي؟ وين رايحة بهالليل؟ خليكي نامي عنا. بدي روح على بيتي قبل ما عمي وعمتك ابو الضاح يناموا. ايه بعطيني خدامة لعندهم. لك ما بيكفي يجيب لك ضرة قبل ما يروح على الأخذ عسكر ولساتك راكدة وراه هون. الله يرحمه. يا مو خليها تروح على بيتها، هلا عمك أبو الضاح بيستفقد لها. ولي على قلبي عليهم. لك أمي، لك ما ضل غير رويدة يتونسوا فيها، ما ضل حدا. روحوا يا مو، روحوا. يلا يلا بخاطرك يا مو. خاطرك يا مو. الله معكم. مهونة شو عليه؟ بكره بنشوف أبوك شو رأيه بالموضوع. وفيا أمور ابن عمي. حميتي لي الحمام؟ لك ابن عمي. شرفي. بالاذن مرت عمي. مستك معك كنتي. اخ اخ انا اللي مستاهل. اخ يا عظامي، اخ يا ركبي. قولي لك شبك انت التاني؟ لك شبك. وين كنت انت؟ كنت بجنب الحمرة سيدي. منيح هيك قولي. الله لا كان شبك. الله لا يشخ ولا يوفق. على اساس كثير انا متوفي سيد راسي. ما هيك مشكيك لأحكم الحاكمين. الله لا يوفقك لله. هبطوا بعض ولادنا. قال شو؟ عنده خان. قال لك حالي عنا يا انت التاني، شو ناقصك انا؟ قولي بدني بدني. تلوي لكم بدني بدني. الله يكسر اياكم. وضح رويدة ليش لهلا ما اجيت؟ والله ما بعرف يا رجال، بركض انا اشتهيت الدام عند اهلها. شو عليك؟ عليم الله لما رويدة ما بتكون بالبيت بحس حالي رح اختنق. الصبر مفتاح يا بوابة.
قوم سهري، قوم اجمع ابضيات الحارة وروحوا على حارة عياش. شلون بدي اخذ ابضيات الحارة؟ لك اذا اخواتي اللي هن اخواتي خرجوا عطوعي واقفين ضدي مع اهل حارة عياش، بعدين شو بدي اقول لهم ابضيات الحارة؟ شو بدي اقول لهم؟ الا انك تبريت منه. واذا ابضيات الحارة وقفوا مع اخواتي ما بتصير قيمتي بين رجلين؟ لا تقبرني، ما بيوقفوا. انت لمحلهم انه اختك عابد وجابر وجمال انطورقين وعم يستروا على اختهم وساعتها، شوف شو رح يساووا ابضيات الحارة. اختي ما عابد وسبق وقلت لك هالسيرة لا تفتحيها. ايه ما عابد مثل ما بدك، يبعت له قطع لسان ما بيقدر يقول للاعور الا اعور بعينه. هي صحيح قضت ليلي برات البيت بس كانت مع الحريم. على كل حال بكره بيجي ابو نجيب وبجوزه اياها وبخلص من هالقصة. وشاهد فشر. ايه اذا بتجوزها لابو نجيب وما بتذبحها بتكون فضلت على راسك. بتعرف جيران اهلي يلي هبط عليهم بيتهم سد التلج والمطار؟ ايه شو بقوا؟ هدول كان عندهم بنت مثل القمر، غابت عن البيت قدر شي ساعة، ولما رجعت بتعرف شو ساووا فيها؟ شو ساووا فيها؟ ما خلوها تبات للصبح، ذبحوها دغري. منو هاي؟ رئيفة، رئيفة بنت جيران أهلك، شو ما تذكرتيها؟ تذكرت. إيه على هديك الليلة الله يرحمها، بس شو ذكرك فيها هلا؟ شلونك حجة عليا؟ الحمد لله. الحمد لله. عمي شو صار مع أم أدهم؟ إيه الله يعينها أم أدهم، رجعناها على بيت أهلها لعند أخوها أبو دياب. وبركدن أخوها ذبحها؟ عم بيقولوا بالحارة أنه ناويلة علنية. لا شو يذبحها؟ الزلمة عطى كلمة للمختار أبو فتحي، بعدين أخوه الصغير كفله. والله يا رجال ما كان لازم تخلوها تروح. العمى معقولة أبو دياب يذبحها؟ منكون نحن السبب وحطينا خطيتها برقبتنا. أنا فايت غير أوعية واصل مشوار. يكفينا شرة، وين رايح بهالليل؟ خلص خلص. وين بده يروح بهالليل؟ بس كان ما خاب ظني، عمي كان شغل باله على أم أدهم. يبعت لي حمى، يا ريتني ما حكيت. شريف مختار شريف. جابر وجواد عندك؟ لا مو عندي خير في شيء. بقي بالي عند المخلوقة. شو هالحكي هالمختار؟ لك ايه لازم نطالعها من بيت ابو دياب، بالطيب بالغصب لازم نطالعها. مختار ما شاء الله فهمني، شلون نطالعها؟ هلا بوجود جابر وجواد اخواتها بيمشي الحال. لك امشي يلا. يلا عند اذنك تبكي. يا ترى وين راح جابر؟ معقول متفق هو ابو دياب واخذوا عفاف على البيت مشان يذبحوها؟ يا باطل، وجابر كفله لابو دياب؟ عم شلون ما جاب بالي هذا الشيء؟ شو امرت معلمي؟ شو صاير؟ شو الله يلعن الحرمه اللي بدها تزل اهلها وتوطي راسهم بين الناس. هي موتها اشرف الها ولاهلها. ايه لقوم حط راسي هنا، تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ بن عمي عاوز مني شيء؟ أنا رايح أنام. عاوز مني شيء؟ لا ما بدي شيء. تصبح على خير. منين بدي يكون في خير؟ عفاف لساتها عايشة. مشان الله، مشان الله يا أختي، اتركي الزلمة بحاله، مو ناقصه همومه ومشاكل. يو تطلعوا على قبري إن شاء الله. ليش أنا شو عم قله؟ هيفو ما عم خفف عنه مصيبته تقبريني؟ لك يا أختي، يا أختي جوزي عقله صعب، وإذا طلع براسه شغلة بده يساويها ولو كانت غلط. إيه؟ تك شو إيه؟ ما بتتذكري لما وقف معك ضد أخوه وقلعه من البيت كرماله؟ بلا شو؟ قلعه من البيت لأنه قليل شرف تقبريني؟ هدية، جابر ماله قليل شرف، وأنت بتعرفي هالشي. وعم بتدافع عنه كمان؟ هيفو ما سعيت لك وجوزتك لأبو دياب؟ امقاعو أنا سمعت شو دار بينك وبينه بهديك الليلة، وعفاف كمان سمعت، بس ما حبيت أحكي وأفضحك. مشو؟ إيه دخيلك يا أختي، مشان الله استري علي. لك أنا ساترة وساكتة، كنت
كنت مفكرة انك عم تحاسني لجابر مشان ينتبه لك ويتجوزك على سنة الله ورسوله، ما كنت مفكرة انه راح خلص مشان الله لا تكلمني. والله ما بعرف شو بصير، الشيطان لعب بعقلي. هلا المهم بعدي عن جوزي عنده اولاد صغار، ما بدي يكون قتيل برقبته، انت بتعرفي انه عفاف مظلومة. المعلم جابر من المغرب طلع. ما قال لوين رايح؟ لا والله ما قال. وجواد وينه؟ والمعلم جواد راح يدور على المعلم جابر، كان مشغول باله عليه كتير، ومن شوي ركب على فرسه وراح، بس لوين راح والله ما بعرف. مختار كأنه القصة فيها إنا. والله مزبوط، أنا هيك عم فكر. استعجل شوي، امشي. يا باطل واخي وينه هلا؟ ما بعرف، راحون مختار بعد العشاء ولهلا ما رجعوا. ما قال لك لوين رايح؟ لا ما قال لي، وهي رح يصير الصبح ولهلا ما رجع. يعني بيكون راح لحالة الكوم؟ والله ما بعرف يا ابني وين راحوا. بسيطة. وين رايح؟ رايح ورجيه قيمته لهالندل، رايح ورجيه بيت العياش من هن، والله لفوت طلعوا من نص بيته والله. بدي امسح فيه حارة الكون كلياتها قدام اهله وكل حارته، والابد ما فيه يقرب. لا يا مو، برضاي عليك لا تروح. يا مو تركيني ساوي اللي براسي. يا مو يا مو استنى اخوك ليجي، واذا قال لك روح بتروح. اخي دخيلك اسمع كلمه امك وانتظر اخوك شهر ليجي. ماشي. شرف سأل شيخنا ليك قدام الباب. يا الله يا رب. يا بنتي
انت عفاف بنت صياح القاعود؟ ايش شيخي انا؟ بتحبي توكلي حدا من اخواتك مشان كتب كتابك ولا انت وكيلة نفسك؟ اخي جابر هو وكيلي ويلي بده اياه بيصير. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك مختار. وناوي تعمل حفلة أو عراضة؟ يا مختار أعوذ بالله، معقول أساوي حفلة لجوازتي من حرمة المرحوم؟ مو عيب إلا العيب، أنت تزوجت على سنة الله ورسوله. يا أخي إذا كان ولا بد ما بدك تعمل عراضة، بنعمل وليمة عشاء، وليمة الزواج، لأنه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أوليمو ولو بشات. مشان هيك أخي، الحفلة والعشاء عندي بالبيت، منيح؟ لا يا مختار، خلاص العزيمة عندي، بكرة بقول له لفخري يذبح لي ذبيحتين. قلت لك عندي يعني عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرك مختار مثل ما بدك، أنت طول عمرك مفضل. لا لا لا، الفضل لرب العالمين. يلا فوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا مدام. هدي ها اجى اخو. مساء الخير. اهلين عقيد. عود اخي عود، شلونك يا مو؟ الحمد لله تقبرني. منو هاي الحرمه يا مو؟ هاي مدهم حرمتي على سنه الله ورسوله. ما في حدا غريب، هذا اخي عمر. مساء الخير. مساء الخيرات يا بنتي. اهلين مرت اخي. كيفك مرت عمي؟ الحمد لله. استغفر الله تقبلي. كيفك فهمني؟ الله يوفقكم يا حبيبي. ليك مدام. يا مو شلون صارت القصة؟ يعني اخوه ابو دياب وافى؟ لا يا مو ما وافى. يا عمه راح نخلص له الاقبامات لهالباباتي. قولي. والله بكرة ما منخلص من حلقه والله. أبين سيدي شو بدي أعمل يعني؟ أعلى ما بخيله يركبه. الله لا يوفقكم يا بيت القاعود ربي. شو أدن الصبح باباتي؟ ايه أدن سيدي أدن، أنا بدي نملي شي ساعتين. ها شو خربت اللي بيت
يا الله يخرب لك بيتك. قلت لي بدك تنام ساعتين، ان شاء الله بتنام ما بتفيق، ان شاء الله نومت اهل الكهف، لك ان شاء الله سم العدولي، لك ان شاء الله مطرح ما يسري ياري يقرب بيتك. خلصت لي الاضامه. لك روش يا داسي روش بك. كل اللي اكلناه اربع خمسه ضمايا، شو صار يعني؟ اربع خمسه ضمايا؟ لك قول رطلين ثلاثة قضامي يخرب بيتك، وين رحت فيهم؟ لك حمار ما بياكله. لك روّي سيدو، روّي شباك، روّي روّي؟ منين بده يجيني الروّي؟ ضريتني الله يضرك من عالي. مختار أبو وضاح حلف يمين لو يعمل العشاء عنده على حسابه. مختار أبو وضاح؟ يا حصرتي على المختار أبو وضاح. هلا هو بشو ونحن بشو، بس الله يجبر بخاطره ويرجع له ابنه بالسلامه. يا حق يا ابو وضاح، زلمه كبير اكبر من مصيبه والله. ضنا غالي، بس هو بكابر على حاله قدام الناس. موضح قالت لي انه طول الليل ما بينام، هي بتبكي من ناح وهو بيبكي من ناح. الله يصبرهم، ادعي لهم يا هم، ادعي لهم. امين. رح أقوم ببعث لك عفاف تكون شافت الأولاد وطمنت عليهم. لا يا مو. لا ليش يا مو؟ يا مو معلش، خلي عفاف اليوم تضل مع أولادها، خليها تنيمهم بحضنها، وبكرة بتروحوا أنت وياها والداية ديبة على بيت المرحوم بتنطفوا، شنو أنا وعفاف والأولاد رح نسكن هنيك. لك تتركنا لك يا مو؟ لا يا مو لا، ضل بطلطل عليكم بالليل وبالنهار. طيب أمي ليش ما بتسكنوا هون؟ يا مو أنا بدي المرحوم يكون رضيان بقبره، بركي إذا جمعت له حرمته وولاده ببيته بيكون رضيان والله العليم. إيه مثل ما بدك يا مو، روح إلهي يرضى عليك ويوفقك ويعطيك على هوانيتك. الله يخلي لك. عجبك اللي عملوه اخواتك؟ كسروا كلمتك ووطوا راسك بين الناس؟ ايه لكن انا يضربني جواد؟ مين مفكر حاله لحتى يضربني؟ ايه انا المرحوم ابو قاعون، بحياته ما ضربني كف. انت؟ ايه انا. اختي خلي الطابق مستور احسن لك. يا يا نسيتي كم مره صرنا مخلصينك من بين ايديه ولا نسيتي؟ ايه هي مره بهالعمر. أيوة مرة بهالعمر، الله يرحمه مات هو غضبان عليكي. وشك ومسحي دموعك. والله أنا حاسة فيكي، بس شو طالع بالإيد هيك؟ الله رايد. ما عم بقدر أنسى المرحوم يا ديبي، ما عم بقدر. الحمد لله، هي الله عوضك بأحسن. أحسن؟ والله المرحوم الله ما خلق مثل ولا مثل حكي. والله العقيد أبو فهد ما في منه، وابن حلال. العقيد أبو فهد ابن حلال، فضل على راسي وراس ولادي، وما بنسى فضله بحياتي. بس والله هلأ اغزي الشيطان وقومي
وعقبة حماك يشتلقوا عليكي ما حلوة بحقهم وحق ابنهم. بعدين انتي عروس اليوم لازم تفرحي مو هيك؟ يلا تقبريني يلا. اوف 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 بلونا بالهوى عيونك، بلونا بالهوى عيونك وخدودك ما شفت وردة بلونا. اوف 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 عم تغني مبسوط ما الله لا يوف. لك عم بدك يعني يزعل لك شبك شبك حايس لايس لك ما عم قدر اطعم عدتي ماسكة سيدي ميتي ماسكة. الله لا يقيم الشدة عم عتك، هذا كتام كتام من الأقضام يا باباتي كتام. تحمل تحمل كتام؟ ليش الأقضام بتعمل كتام سيد راسي؟ لا باباتي بتعمل إسهال. لك إذا الأقضام مو إلك بطنك مو إلك. تحمل تحمل يخرب بيتك شو عينك جوعاني جوعاني وفجعان. ايوم قوم قوم بيعلى بابا تقبل عليك. اوف 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 نحن يا ناس بالكرم ماضين وسيوف رجالنا بالحرب ماضين بالحرب ماضين وسبقنا حاتم طي عالكرم ماضين وروس الدبايح عالأربع جناب. ياي 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 يا باي حاتم طي حاتم طي ما بيطلعنا طبخر كرمكم سيدو. لكان لكان باباتي لكان. بتعرف عجبني البيت العتاب بس سيد راسي عجبني. تعلمني يا بدك تتعلمه؟ بكرة الضيوف بتكرفتوا عليك كرفة يا باباتي. شو هاد؟ بلا بلا البيت عتابة ما حبيته أصلا أنا وكيلك ما حبيته. أوف 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 إجت 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 إجت. لك شو كنتي عم تساوي أنت وياها بالمشرقة؟ لا يا أخي وانا كنت عم بسقي زريعة. بالله بركي رجع أبوكي من شغله. شو بيحكي ساعتها؟ يا مو هذا البيت مثل القبر، لك لا أرض ديار لا شجر لا بحر، والله الشي بيخنق خنق. شو بدنا نساوي؟ الله دخيل اسمه هيك كتب علينا. بكره إن شاء الله بنرجع على بيتنا بالشام. إمتى؟ الله كريم يا مو الله كريم. مرت عمو خدونا شي سيران، والله هون في مطارح كتير حلوة، والله ضايع خلقنا. طيب بس يجي أبو خير وبقول له بركي بياخدنا على البحر. على البحر؟ بحر؟ إنه يبعث لي حمى على هالأبو وضاح، يعني هلأ باله مرتاح للعزايم. أبو وضاح طول عمره كريم وابن أصول وما بيقدر إلا يشارك الناس أفراحها وأحزانها. كبير كبير مرتخي. شو عم توتوتو؟ عم قول يعني كانت ضرورية هالعزيمة هلأ. لك والله اللي فيكم مكفيكم. لا أيوه شو عم تحكي أنتي؟ بيت أبو وضاح لازم يضل مفتوح للرايح والجاية، والعقيد أبو فهد الله يرضى على اسمه، سعره بسعر وضاح والله بيعلى. الله يجيبه إلهي هو وأخته بالسلامة ونرجع كلياتنا أيامنا مثل الأول. وإحنا يا ترى بشوفه قبل ما أموت؟ لك إن شاء الله بتشوفيه هون وبتشوفي أولاد أولادهم كمان. وضاح اللحمة استويت، اطفي تحتها وقيمة على جنب. ايه تقبريني يلا قايمة أجيب لك المصفاية. طيب يلا. يا أخوان يا أخوان اسمعوني، اليوم كل أهل الحارة معزومين عندي بالبيت العشاء بمناسبة زواج العقيد أبو فهد. إن شاء الله ألف مبروك يا مختار. إن شاء الله ألف مبروك يا مختار. العقيد لك مبروك عندي في أمياء. إي الله شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شلون ما بدك تتغندري وتتزوقي؟ والله مو ضروري يا جماعة. تطلعوا على قبري على هالسمعة
عروس وبليلة عرسك وما بدك تتغندري، هي ما صارت بعمرها. يا مرت عمي والله أنا أرملة. وإذا كان أرملة ما شاء الله عليكي أحلى من البنات. إيه والله اللي بشوفك بيقول ما شاء الله، لا أنا متجوزة ولا عندها أولاد. وبهون عليكي تقابلي شاهر بليلة عرسك من دون غندرة؟ ما بكفي عرسكن هيك عالساكت بلا دقة ولا رقصة؟ لا مرت أخي هي مالك حق فيها ابنه. هلأ بهون عليك زعل شاهر؟ لا أيو كل شيء إلا زعل شاهر. إيه ها شفتي شلون تقبريني إن شاء الله. خلص مثل ما بتكون مرت عمي. إيه هيك ها ديبي الله يستر عليكي، روحي جيبي الماشطة وتعي أوها. من عيوني تكة بروح بجيبها وبرجع. لا تعوهي. لا الله معك بخير يا مش الحلو. اهلين عنوني. اهلين وسهلين. شو وين صاحبك المجيد؟ ماني شايفه. انا بعيد عنك مكتم ومو حسنان يمشي. لا ما على قلبه شر. بس شو دخل الكتام بالمشي دخلها؟ لك مو بس مكتم متورم كمان. اوف 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 منين؟ هذا يا سيدي امبارح اجى لعندي اكل قتلي حشكو لبك من اخوه لابو دياب. يا لطيف. طيب القتلة وفهمناها ماله حسنان يمشي، بس الكتام من ايش يعني؟ من كتر مو متزهرم عظامي، ان شاء الله مطرح ما يسري يهري ان شاء الله. اكل كثير عظامي؟ لك عن نص الكيس اكله. بعدين رايح انا عند ابو صفوان جيب له حقنه. خاطره. حقني. مرحبا. اهلا وسهلا. وين ابو صفوان؟ شو بدك منه؟ مكتم، عفوا قصدي ابن نجيب مكتم. قد ايه صار له ما خرج؟ يعني بدك تقول يوم يومين. ايوه معناتها بده حقنه من كل بد. لك ليش جاي لعندك الزلمه؟ بده حقنه. عمي التحويجه بتكلفك برغوتين، وايش كان انا بدي تحشله اياها؟ في بظهرهم برغوتين تانيات، يعني برغوتين كراها وبرغوتين للتحويجة. اوف والله كتير. طيب شو رأيك يورجيك فيهم على صندوق العجائب؟ ما عندي غير هيك عمي، ما عندي غير هيك. يعني هلأ إذا أخذ حقني بيقدر يروح على العشاء؟ أنو عشاء؟ عشاء المختار. لا أوعها، بياخد الحقني من هون بده يقعد بالفرشة ساعة من هون. حاكيني هو. ايه هلا ابن نجيب معزوم على العشاء عند المختار. ايه معزوم عند العشاء عند المختار. بعدين انت شو بدك لك اذا معزوم على العشاء ولا مو معزوم؟ العرب يا المختار حجري. يلا اعطيني التحويجه. ايدك على اربع براغيت. وليش اربع براغيت؟ برغوتين بس. ما بدك يعني تحشلو اياها انا؟ لا انا بتحشلو اياها. ايه ايش كان هيك تصطفي؟ راح بحضر لك اياها. يلا. ايه تعال. شو بدك؟ هلا مر لعندي على الدكان بعد ما تاخذ تحويجي، بعطيك شوية شطة من عندي، بتلك كله راس الحيني قبل ما تتحشت وياها. شو؟ لك يا برني اللي خلقك. يلا هلا بجي. يلا عقيد نحن جايين لعندك وبدنا منك طلب. تأمر بشو مان خير؟ استغفر الله ما يأمر على الظالم. بدنا نعمل لك عراضة والشباب مستنين كلمة منك. بدكم تعذروني طلبكم ما بدي. لا يا عقيد تقطعنا من بيتك بالخجله. ما عاش لي خجلكم، بس مثل ما قلت لكم انا ما بموت. لك مين اللي بيمون؟ عقيد. العقيد ابو ادهم الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. بس العقيد ابو ادهم مات ومات الفرح معه. بس يا عقيد شرفوا شباب شرفوا. تفضلوا خذوا. طالع تتمشى شوي ولا طالع تتعشى؟ لا مو طالع تعشى سيد راسي، طالع تمشى. فكرت؟ إيه لا تفكر. لك إذا أنت العدل أنا رباطه على همان يا فرعون. حصنتك بالياسين. خلاص يا ماما ما بيهون على اخوكم.
صندق بالياسي أوها يا زهرة البساتي أوها ويا مصحف صغير أوها على روس السلاطين ليي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 ي
شو في؟ ابو نجيب برا قال بده حصته من الاكل. يا لطيف وينك؟ اشكب له جار، حط له في تشكيله واعطيه وخليه يروح على البيت ياكل، لا تخليه يفوت لهون. ايوه يلا لطيف. صحتين وهلا. يا جماعه الاكل على قد الحبه. صحتين وهلا. هلا كله بخير الله. بخير على العجيب ابو فهد. خير صح ما قبل نجي خير شو هو موتر موتر بعدين بحكي لك خريشة صفوان شو مش هالحلو مو وقتها هلا ابو حميد مو وقتها لكن الناس عم تاكل ابو حميد ابو نجيب كان هون واخذ جات كبير وراح على البيت يخرب بيته ان شاء الله سم لقاتولي لك شلون بده ياكل ولسه ما اخذ الحينه لك والله بيروح فيها بسم الله بسم الله بسم الله عظيم على عظيم لك ايد دام المعلقة على مالك لا السنة انه ناكل بايدنا ايه مو بلع مو بلع يا سلام يتوجهن ويبيضوا وش قدام ام شاهر وابنها ايه عندهم شاهر اغلى منك انسيهم يا ام انسيهم بس الله كبير الله حرمهم من ابنهم وبنتهم الهي الهي يحرمهم من نظرهم وعافيتهم ويصيروا عجبه للعباد يلا قوم معي لوين بدي قوم على اوضتنا شي وشوفي هني لك مشان نلعب روحي روحي يلا لاحق روحي لا هلا 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 بدك تروح معي وضروري ضروري ضروري شبكي وليش شو صاير لك لك بدنا نلعب هديك اللعبه لك خلي لعبه لك لعبتني اياها هديك المره لك ليش انا شو لعبتك لك اللعبه اللي حبيتها كثير انا لعبه العروس العريس اليوم علمتها اياها لك يا ما رضت تلعبها معي شو الله لا يوفقك شو علمتك يا ذكيه علمتك يخرب بيتك بالحاله مين انا عايزك جاهز؟ جاهز يلا اي شبنا باباتي شبنا حقنا تاني وبنخلص لكن خلصني خلصني باباتي خلصني يلا شاء الله خلصني يلا يلا لا تقول لنا خلصنا لك ايش هو سيد راسي خلصني مطول لا لا شويه باباتي ما بقى الا الثانيه لك ايش هو شويه باباتي خلصني بقى يلا لا تقول الا خلصنا الله لا يوفقك الله لا يوفقك قولي 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 نار 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 الله لا يوفقك يا ابو حميد الله لا يوفقك الله لا يوفقك يا حيف الزلم يا حيف من عين صعبتك نار
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. آمين. زواج مبارك يا ابني. الله يبارك فيكم يا رب. شو على السامي. الله يبارك فيكم. اسمي بعد اذنكم يا جماعة وبمعيدكم وبمعيد الحاضرين بعد اذن مختارنا بدنا ناخذ العريس على بيته. تفضلوا يا شباب. فوت أخي فوت، ما في حدا غريب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاها يا أبو بلاها. يوه تقبرني إن شاء الله. هاي عرس ما عملنا لك. يلا يا عمو يلا جيبوا البنات وامشوا. يا عمو عاوشي أمارو. سلامتك يا عمو سلامتك. يلا تصبح على خير. عودة عليك تقبرني. وانت من أهله يا عمو. تصبح على خير. تصبح على خير. انت من أهله.